تنفيذا لتوجيهات سمو ولي العهد لوضع حلول عاجلة لتخفيف الازدحام، صرح سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بأن الوزارة قد انتهت من تنفيذ الأعمال لمشروعين متمثلين في مشروع توفير مسار للدوران يمينا عند دوار ولي العهد إلى شارع الشيخ خليفة بن سلمان، ومشروع إنشاء مخرج من قرية بوري إلى شارع الشيخ خليفة بن سلمان. وقال سعادة الوزير إن المشروعين يأتيان كجزء من خطة أشمل وأضخم لمشاريع شبكة الطرق الاستراتيجية الكبرى، مشيرا إلى أن مشروع توفير مسار للدوران يمينا عند دوار ولي العهد إلى شارع الشيخ خليفة بن سلمان يهدف لتخفيف الازدحام المروري الحاصل على تقاطع دوار ولي العهد، ويخدم أهالي مدينة حمد وأهالي قرية بوري المتجهين نحو الزلاق، وكذلك حركة المرور القادمة من مدينة حمد نحو الرفع. ومن المتوقع أن يساهم المشروع في تقليل معدل التأخير وطابور انتظار المركبات لنسبة تصل إلى 25% من الوضع السابق. أما مشروع إنشاء مخرج من قرية بوري سيوفر انطلاقة سلسة للمتجهين من بوري إلى شارع الشيخ خليفة بن سلمان، علما بأن الطاقة الاستيعابية على الشارع تقدر بنحو 500 مركبة في الساعة، ومن المتوقع أن تصل الطاقة الاستيعابية للمخرج إلى 900 مركبة في الساعة. الوزارة من أعمال مشروع إنشاء مخرج من قرية بوري إلى شارع الشيخ خليفة بن سلمان موازي للمدخل اللي تم افتتاحه مؤخراً. سيعمل هذا المشروع على تخفيف الضغط المروري الحاصل على المنافذ الحالية للمنطقة وانسيابية الحركة المرورية على شارع ولي العهد في الجزء المحصور بين شارع الشيخ خليفة بن سلمان شرقا ودوار بوري من جهة الغرب، كما تم الانتهاء أيضا من مشروع إنشاء مسار انعطاف لليمين لنقل الحركة المرورية القادمة من جهة الغرب على شارع ولي العهد إلى شارع الشيخ خليفة بن سلمان جنوباً باتجاه الزلاق. سيساهم هذا المشروع في تحسين الحركة على الدوار وتخفيف التأخير على التقاطع.